وهناك نوع وقع الاختلاف فيه، ألا وهو كون السنة تنسخ كتاب الله جل وعلا، فجماهير أهل العلم يرون أن الكتاب لا ينسخ بالسنة، وبعضهم أجاز نسخ الكتاب بخبر التواتر دون خبر الآحاد، ورأى طائفة جواز نسخ الكتاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هي وحي من عند الله جل وعلا، ومن ثم لا مانع من نسخ الكتاب بها. وقد يستدلون على ذلك بما ورد في قصة أصحاب قباء، حيث كانت القبلة متقررة عندهم أنها إلى جهة بيت المقدس، فجاءهم الواحد فأخبرهم أنه قد أنزل قرآن أمروا فيه بالتوجه إلى الكعبة في صلاتهم، فاستداروا في الصلاة، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد فسر أو قد جعل من أمثلة ذلك قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قالوا: بينه ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. ومن مثل قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قالوا بأن ذلك قد رفع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. والجمهور يقولون بأن هذه الآية رفع حكمها بآيات المواريث. وعلى كل، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب العمل بها، ويجب على الناس أن يحتكموا إليها وأن يفسروا كتاب الله بما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.